لكل نهر هناك منبع ومصب، ولتحديد الاتجاه العام لأي نهر، فهذا يعني أننا نجيب على هذا السؤال: حدد الاتجاه العام لنهر معين من منبعه إلى مصبه. لنأخذ مثلا نهر الليطاني، نضع نقطة عند منبعه وعند مصبه، ثم نصل بينهما بخط ونرسم في منتصف هذا الخط وردة الجهات. جهة المنبع تكون إذن هنا هي الشمال الشرقي، بينما جهة المصب إذن تكون في الجنوب الغربي. وهذا يعني أن الإجابة تصبح كالتالي: لأن الاتجاه العام لنهر الليطاني هو من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. لنأخذ مثالا آخر وهو نهر الجوز، أيضا نقطة عند المنبع وعند المصب، خط بينهما، نرسم وردة الجهات في منتصف المسافة، ثم تكون إذن نقطة المنبع هي جهة الشرق، بينما نقطة المصب هي جهة الغرب. فإذا إن الاتجاه العام لنهر الجوز هو من الشرق إلى الغرب. وشكرا لكم.